بين فتوى بتحلل أكل لحم الجن وفتوى بتحرم إهداء الزهور وفتوى بتحلل ممارسة الجنس مع الزوجة بعد الوفاة وفتوى بتدعي لقتل بيكي ماوس، في فتاوى بتاخد جدل للصبح وفتاوى أقل ما يقال عنها أنه هي فتاوى شاذة وفتاوى للمتاجرة بالدين وفتاوى للتحكم بالناس تحت غطى الدين. هالظاهرة الغريبة تناقشت كتير وحكي عن هالفتاوى بعدد من المحطات التلفزيونية، ولكن لما الأزهر بيعمل إحصاءات بتقول إنه عدد هالفتاوى بسنة واحدة وصل ل 465 ألف فتوى مكتوبة وشفهية وهاتفية، منكون بعدنا كتير عن الدين، بعدنا عن تعاليم الأديان السماوية والموضوع تخطى المقبول بالمجتمع. تقرير أول عن مجموعة من الفتاوى يلي رح نناقشها الليلة أنا وياكم، منشوفه ومنرجع منتابع. تحلل أكل لحم الجن وأخرى تنهي النساء عن التبضع من بعض الخضروات وثالثة تدعو إلى عدم ترويج أو تزويج الفلول. بعض الفتاوى التي كانت محل استغراب وتنظر واهتمام. أحدث تلك الفتاوى كانت لأحد الدعاة المسلمين في أوروبا والتي حرم فيها على النساء والفتيات ملامسة بعض أنواع الخضروات والفاكهة مثل الموز والخيار بدعوى أنها ربما تؤدي إلى إغوائهن. وفي المغرب أثار الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث جدلا واسعا عندما أفتى بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة توا. قالت له وحدي أنا أعمل سكرتيرة وأحيانا أكون مع مديري في غرفة واحدة والغرفة مسكرة وحدنا، شو بدي أعمل يعني تكون مامي غلطانة؟ شو الحل دقيقة؟ قال لها الحل الشيخ ده ما رح أقول اسمه مشهورين، عليك أن تقومي أنت تقومي بإرضاع مديرك من ثدييك 3 مرات بحضور زوجي، وعندها تكونين كوالدته وبحكم الأم يحق لكما شرعا الاختلاء دون إثم. فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن الحقني اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه؟ مالي ايه؟ مالي اللي في الجرنان. وفي الصومال أصدرت حركة الشباب المجاهدين خلال شهر رمضان الفائت فتوى بتحريم أكل السمبوسة بدعوى أنها تحتوي أضلاعا مسيحية تشبه أضلاع الثالوث المقدس المسيحي، لكن خلقها بلحم وعظم وأحل لنا طعمتها. وفي مصر أيضا أجاز الداعية المصري محمد الزغبي في يونيو الماضي للمسلمين أكل لحوم الجن إن تمكنوا من ذلك طبعا. النهاردة اللي قلب الدنيا إيه؟ فتوى الشفور ليه؟ ايه فتوى الشفور ليه؟ احد مشايخ السلفيين واحد دخل له وساله سؤال، قال له انا عايز اشتري عربيه شفور ليه بيك اب بس الناس قالوا لي ان العلامه بتاعتها شبه الصليب اشتريها ولا لا؟ فالراجل قال له ابدا اوعى تشتري الشفور البتاع شكلها شبه الصليب يعني او جايز حرام، واللي يركب عربية شيفورليه حرام والشيفورليه البيك اب دي حرام. فضيلة الشيخ أنا شاب ملتزم وجاءتني فرصة للسفر على متن طائرة تحلق فوق بلاد الكفار وتحت بيوت يشرب أهلها الخمر ويمارسون الفحشاء، فهل أنا في هالحالة مذنب؟ لك جواب من هو الشيخ مهم اسمه كبير بالسعودية، عليك يا بني أن تتحدث مع الكابتن الطيار وتطلب منه يتجنب الطيران فوق بلاد الكفار يعني يقوعك وهيك الطيار شيء. فتوى رح أحكي عن البعض منه ما رح أحكي عن الكل. فتوى الموز والخيار بيقولوا انه الموز والخيار بيعملوا اغواء للمرأة وانه لازم زوجها يكون معها بالمطبخ ويقطع لها اياهم لحتى لا سمح الله يصير عندها نوع
من الإغواء. يعني عن جد هيدي من الفتاوى الغريبة جدا واللي مش ممكن إنه يتقبلها العقل. وكمان من الفتاوى مثلا فتوى إرضاع الزميل أو فتوى إرضاع الكبير. طيب معقولة إنه يصدر فتوى عن الشيخ العبيكاني اللي هو كان سابقا عضو في مجلس الشورى ومستشار ديوان الملكة بالسعودية بعد أن أعفاه الملك، كان مرجع مهم جدا وبيطبعوه كل الناس، منه شيخ عادي. معقولة إنه نقول لكل مرة ورجال بيشتغلوا بأي شركة أو مؤسسة إنه شرعا يجوز إنه تردع الزميل تبعها لحتى يصير مثل خيا ولحتى تقدر تشتغل معه أو تصير مثل أمه أو مثل خيا؟ كمان فتوى بتقول إنه يجب على زوجات رجال الأعمال أن يردعن السائق والطباخ، هيدا ليطمن زوجها إنه مرته ما رح تخونه وإنه بالبيت مع خيا الطباخ أو مع خيا شوفير، وإنه ما رح يصير فيه أي خيانة أو لا سمح الله يصير فيه شيء غير شرعي. ما حدا سأل هل عملية الإرضاع مثلا بتعمل إثارة جنسية ولا لا؟ معقولة مثلا شرع إنه الشباب يرضعوا من ثدي السيدات لحتى ينسمح لهم يشتغلوا معهم؟ عن جد يعني الفتاوى وأسوأ الفتاوى يلي مرقت هي الفتاوى الداعية للتعصب بين المسلمين وبين المسيحيين. قصة البندورة وإنه بسط قصة فيها شكل بيشبه الصليب، قصة السمبوسك إنه فيها ضلع شكله مثل شكل الصليب، هودي عن جد عيب وهودي خطر. لأنه هودي الخطر الأكبر لأنه يعملوا مشكلة بين الطوائف، لأنه تحت مسمى دين ما فينا نلوم الناس. الناس يمكن عندهم ضعف والناس بيطبقوا التعليم، وفي أشخاص بيتبعون بيقول لك إيه هيدي ما لازم أكلها لأنه هيك قال لي الشيخ الفلاني أو صدر فتوى بهيدا الموضوع تحت غطاء الدين. كمان معقولة يطلع فتوى تطلب من الطيار إنه يغير مسار الطيارة إذا قاطع بدولة أهلها بيشربوا خمر؟ ليش على الطيارات؟ أول شيء على معظم الطيارات صار في خمر، بعدين في كتير من الدول العربية يلي بالعلن ممنوع أنه يشربوا فيها خمر عم يصير فيها خمر بالسر. يعني عن جد في فتاوى ما بيقبلها العقل غير منطقية. ولنتابع مع التقرير الثاني والأخير، خلينا نحضر كمان ما تبقى من الفتاوى اللي اخترناها. يعني الفتاوى ما بيخلصوا وكتار يلي فيهم هيك مثيرين للجدل وفيهم نقاش، ولكن اخترنا البعض منهم منتابعهم بتاني تقرير قبل ما كمان نحكي بعد شوي مع أصحاب الاختصاص لحتى يعطوا رأيهم بهذا الموضوع. الناحية الفقهية أكل الجبن الجبن مكروه إلا إذا كان معه الجوز. عندي ألم في العمود الفقري أعمل إيه؟ قال له سهلة، كل يوم بعد ما تصلي الفجر يقول الجبار 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 100 مرة تخف. هذا شيخ ولا مجبراتي؟ لأن اللواط محرم ولا يجوز، غير أن الجهاد أولى فهو سنام الإسلام، وإن كان سنام الإسلام لا يتحقق إلا باللواط فلا بأس فيه. دخول كلية الحقوق لا يجوز، والحكم بالأحكام الوضعية حرام. إنما في مداعبة ومفاخزة وخلاف ذلك هذا أمر جائز. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها سنتين ثلاث سنين أربع سنين. عشان ما ندخل في تفاصيل التمتع بالمفاخذة خلاص راح لك شنو معناتها؟ هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. التمتع بالمفاخذة شنو هذي؟ التمتع بالرضيعة معناتها ذي. زين الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة سنة ونص أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ ليس هناك في الشارع تحديد لسن الزواج. يعني اللي فهمته كده انك موافق. ايش رأيك الآن بالفقر عند الأطفال؟ يعني بعد توم وجيري ايش نظرة الأطفال للفقر؟ كائنات يعني ممقوتة صارت عند الأطفال حاجة عظيمة ومحبوبة الفيران ترى. يعني ميكي ماوس هذا شخصية عظيمة، يعني مع أنه ميكي ماوس هذا يعني يقتل يعني أصلا يعني على يعني شرعا يقتل في الحلي والحرم. يعني حكم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أنه بعد الاطلاع على قوانين الأحزاب في مصر وجدت أن قوانين الأحزاب فيها مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية وفي احترام النظام الديمقراطي، والأنظمة الديمقراطية هذه أنظمة كافرة. سمع في بعض التغييرات عجيبة ما كناش بنقعد نفتي فيها كتير. الفتاوى كانت بس أنا مش شايف يا ريس إرضاع الكبير
برضو حاجات غريبة يعني. لا أم المشكلة يعني أنا تخيلت مرة مثلا لو أنا مش موجود مراتي بتربع السواق عشان يتحرك. ولبعض من يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق. بعض من الفتاوى اللي مرقت: اللواط للجهاد مسموح ويسمى سلاح الإسلام. بمعنى مبسط، تم تشريع اللواط حسب صاحب الفتوى، إذا واحد بده يحط أي إمبلي أو شيء من وراء لحتى يروح يفجر في سبيل قضية وطنية معينة أو للجهاد بيصير مسموح هيدا الموضوع. وأكتر وحدة استفزتني هي التمتع بالمفاخدة. المفاخدة يعني إذا تزوج الرجال بنت من عمر شهر لعمر 6 سنين إله حق إنهم يعملوا مفاخدة، وبعدين بيقدر يمارس الجنس معها ابتداء من عمر 6 سنين. يعني عن جد أنا ما رح أعلق، لأنه الكلام والريبورتاجات اللي انشالت والحكي اللي انحكى على اليوتيوب كافي ووافي لأنها تبين هالفتاوى قديش مش منطقية وما بتخطر بالبال ولا يمكن نقدر نتقبلها. هلأ مين بحق له يفتي بلبنان والعالم العربي؟ من المرجعية الصالحة بالفتاوى وغيرها من التساؤلات يلي لازم اليوم تتوضح للرأي العام يلي ضايع، وأصلاً صرنا بمحل العدد صار مخيف، عدد الفتاوى والناس عندها ضعف. برجع بكرر، الناس عندها ضعف بدها تلجأ لحدا لحتى توثق فيه وعم يسمعوا لهالفتاوى، فمش عارفين إذا بيتبعوا المراجع الدينية أو بيتبعوا المنطق. مشان هيك الناس بدها تعرف، والليلة لازم نوضح لهم ولازم أهل الاختصاص يحكوا على الهوى ونناقش هيدي الفتاوى. يعني عن جد هيدي قصة الأولاد الصغار، تخيلوا من عمر شهر لست أشهر أنه ينسمح للرجال يعمل مفاخدة مع بنت صغيرة وأنه ويعتبروه متزوج منها، وأنه من بعد 6 أشهر بيقولوا أنه 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 بيقدر يمارس الجنس معها، يعني بعد 6 سنين عفوا. يعني هيدي شغلة عن جد كتير بشعة. فلحتى نحكي بهيدا الموضوع رح نناقش مباشرة من دار الفتوى مع عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سماحة الشيخ دكتور محمد أنيس أروادي. مساء الخير فضيلة الشيخ. بالبداية عم تسمعني؟ مساء النور. مساء الخير. بالبداية، دار الفتوى اسمه دار الفتوى بالجمهورية اللبنانية، هل هي المكان الوحيد لإصدار الفتاوى السنية في لبنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للإفتاء والفتاوى، دار الفتوى فعلا هي المرجعية السنية والإسلامية أيضا بالعموم، وهي التي يعني تعرض عليها الفتاوى في دائرة الشؤون الدينية في دار الفتوى، ثم هذه الدائرة ترفع الفتوى عبر أمين الفتوى إلى سماحة مفتي الجمهورية مكتوبة، حيث ينظر صاحب السماحة مفتي الجمهورية في هذه الفتاوى أو في هذه الأسئلة، ويرجع إلى أهل الاختصاص إن أراد في بعض النوازل، ويرجع إلى المصادر، ثم يرد على هذه الأسئلة وهذه الموضوعات المطروحة ب مكتوبة، يعني على الأوراق خطية. وليست شفهية. الذي يحصل اليوم، هو الخطأ فيه هو الفتاوى عبر الفضائيات والفتاوى عبر وسائل الإعلام. والمعروف أن أمة الإسلام على مر تاريخها كانت دائما تستفتي بواسطة المكتوب أو بواسطة الإجماع، يعني إجماع الفقهاء الذين يجتمعون، فقهاء الأمة يجتمعون لدراسة المواضيع التي تعرض عليهم، ثم بعد ذلك يجاوبون على هذه الأسئلة. ما هي الفتوى؟ الفتوى هي بيان حكم الله تعالى في النوازل، وبيان هذا الحكم يكون مستمدا من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني كل الفتاوى يلي سمعناها بكل التقاريرين اللي مرقوا، اذا بدي استند لكلام حضرتك، هودي كلهم ما بيتبعوا اكيد للقران الكريم واي كتاب مقدس.
ولا للسنة. نعم معظم هذه ليست فتاوى، هذه عبارة عن يعني أشياء تعرض على اليوتيوب وعلى وسائل الإعلام، وأظن أن فيها مبالغات، خاصة قضية إنه الطائرة التي تمر فوق أراض فيها كفار ويشربون الخمر. أظن المذيعة هذه التي يعني عرضت هذا الأمر، هذا أمر غير صحيح. وبالنسبة للموضوع الآخر، إرضاع الكبير الذي قلت أنت عنه أن الشيخ العبيكان هو الذي أفتى بذلك، هذا غير صحيح. الذي أفتى به هو أحد الناس في مصر، وهو من آل البنا، وهو يعني دارس للدراسات الإسلامية وليس شيخا أزهريا. ولكن سماحة الشيخ، نعم عنا إياها، بس لو تسمح لي، عنا إياها بالفيديو تبنيها، يعني أعاد يعني تبنيها مصري. يا عيني ليس، لا يا عيني ليس كل ما يعرض على اليوتيوب، لا هو شخصيا وفي الفيديو وفي الإعلام يكون صحيحا. هو نعم قالها. لا هذا غير هذا غير صحيح أبدا. الشيخ العبيكان لم يفتي في ذلك أبدا. الذي أفتى بهذا الموضوع هو جمال البنا، وهو دارس للدراسات الإسلامية في مصر، وأنا متأكد من ذلك. نعم. أما أنك شاهدته على اليوتيوب أو شاهدته في مكان آخر، فأنت تعلم تماما أن ليس كل ما يعرض على اليوتيوب ويعرض في على الإنترنت هو من الأشياء الصحيحة. فضيلة الشيخ بعدين اليوم، أما قضية نعم المرور، نعم بس سؤال فضيلة نعم الشيخ اليوم حضرتك المرور حضرتك شرحت عن الآلية، شرحت عن الطريقة لإصدار الفتاوى، وأن المفتي في لبنان يجب أن حتى الآن يعمل. حتى الآن شرحنا ما هي نعم. حتى الآن شرحنا ما هي الفتوى، ولكن أيضا يجب أن نعرف من هو المفتي. المفتي هو عالم درس شرع الله تعالى ودرس كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، متفقه يرجع إلى المراجع وإلى المصادر، معترف به من قبل مرجعيته العليا التي هي دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية. أنا أتكلم عن لبنان الآن، لا أستطيع أن أتكلم عن غيري. نعم. ويعترف به صاحب أعلى مرجعية، وأعلى مرجعية عندنا إسلامية هو صاحب السماحة مفتي الجمهورية، وأركان دار الفتوى المتمثلة طبعا بعموم العلماء المشهود. نعم. فضيلة لهم الشيخ بدي سلم جدلا أن الشيخ في مصر جدلا أن الشيخ في مصر هو من أصدر فتوى إرضاع الزميل أو إرضاع الكبير، فيني أخذ رأيك بالفتوى؟ أكيد أنا معك أكيد، فيني أخذ رأيك هذا فضيلة هذا الشيخ. هذا ليس شيخا يا عزيزي، هذا ليس شيخا، إنه رجل هكذا يعطي بعض الآراء، كالذي أفتى ب معاشرة زوجته الميتة، هذا أيضا في المغرب. الشيخ الزمزمي، هذا أيضا ليس الزمزمي. نعم. ولا نعم هذا ليس بعالم ولا يدري شيئا. يعني اليوم يجب أن نعلم أن المرجعيات العليا في العالم الإسلامي معروفة وظاهرة، ويعني ظاهرة للعيان، ومنها تستمد كل هذه الفتاوى، ويعني موجودة في مصر في أزهر مصر، وموجودة أيضا في المملكة العربية السعودية، وموجودة أيضا في إيران، يعني عند المذهب الشيعي، يعني هذه هي الثلاث مراجع العليا. نعم نعم في الأزهر هناك نعم بعض شيوخ الأزهر، هناك بعض شيوخ الأزهر عندهم فتاوى على جدل كمان وغير مقبولة. يا أخي المغرب، مع احترامنا لإخواننا في المغرب، ولكن المغرب ليس مرجعية عليا إسلامية يعني يعتد بها كأزهر مصر أو مشيخة المملكة العربية السعودية، خاصة لوجود الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، وكإيران مثلا لوجود قم المدينة المقدسة عند إخوتنا الشيعة. نعم بعد عندي فتوى بس لو سمحلي. نعم اسألك عنا نعم. بشكل سريع، في فتوى للشيخين عثمان الخميس وسعد الغامدي بحرموا الانترنت على المرأة، وبحسب قولهم لا يجوز لها فتحه إلا بحضور محرم مدرك لهالامرأة ولا فكرة. في فتوى لأم أنس بتحريم نعم. الكراسي والمقاعد، وأن الجن ينكح النساء وهن جالسات على الكراسي. يعني ليس كل ما يقال يؤخذ به. يعني عثمان الخميس وغيره، مع احترامنا يعني لا نريد أن نذكر أسماء من هنا ومن هناك، ولكن موضوع الإنترنت، أنت تعلم تماما ما يعني ما يسببه الإنترنت في كثير من الأحيان من مشاكل زوجية عبر هذا ما يسمى بالتشاتينج. فبعض الأزواج الغيورين هؤلاء يعني لا يريدون من زوجاتهن
أن يجلسنا إلى الإنترنت. هذه قضية اجتماعية وقضية أحوال شخصية وليست قضية تحريم بالمطلق. عندي سؤال، يا ريت بس لنقدر نوصل لنتيجة. ولا خليني بس كمل الكلام، ولا هي يعني قضية ضد حرية المرأة أو غير المرأة أو إلى آخره. وبعدين أما قضية الفتوى هذه تاعت الزواج البنت 6 أشهر و2 سنين، لا يوجد مذهب إسلامي يجيز أصلا هذا الزواج الذي تكلمت أنت عنه نقلا عن لا أدري من الفتوى، لا أدري من قالها أيضا عن اليوتيوب. لا يوجد ولا مذهب إسلامي على علمي لا قديما ولا حديثا يجيز، لا يجيز ذلك. لا يوجد يا أخي مذهب إسلامي يجيز هذا الموضوع. هذا كله كذب وافتراء بشكل سريع. بس فضيلة الشيخ، بس يا ريت عندي سؤال ضروري نسأله الليلي. نعم، سمعة الإسلام واضح والمسلمين واضح. أنا عندي سؤال بس بدنا نوضحه للرأي العام، وأنا فهمت وجهة نظرك فضيلة الشيخ. اليوم الرأي العام منه واعي على هالموضوع وما بيعرف مين بيصدق ومين ما بيصدق، وحضرتك قلت الإعلام يلعب دور سيء في هذا الموضوع، هناك شيوخ الفضائيات بس الناس عم بتصدقهم. يعني في شيوخ عنده الناس بتتبع لهم وتتبع الفتاوى تبعهم. ماذا يفعل دار الفتوى او ما هي الخطوات يلي لازم نعملها نحن وياكم للحد من هذا الموضوع، لانه وصل لمحل خطير جدا. دار الفتوى هي مرجعية إسلامية يستطيع من اضله غيره وادعى المشيخة وادعى العلم ان يحضر إلى دار الفتوى وأن يسأل وسيجاب وسيرى أن المرجعية الإسلامية موجودة. ولا يعتد أيضا بهؤلاء المشايخ يا أخي، هؤلاء الذين يعني تتكلمون عنهم أنه شيء مخيف وغير مخيف، لا يعتد بهم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. من المستحيل أن يجتمع المسلمون على ضلالة من الضلالات وافتراء من الافتراءات كهذه الافتراءات. بس آخر سؤال، آخر سؤال، لا يكفي أن نقول لا هؤلاء قلة قليلة جدا من الناس، ولكن الهدف من كل هذا الكلام هو تشويه سمعة الإسلام والمسلمين وبالتالي الطعن في المسلمين. لا أكثر ولا أقل. وتستخدم فيها للأسف الشديد وسائل الإعلام وخاصة اليوتيوب وغيره من الوسائل الإعلامية. نعم، أنا بدنا نقول في حملة منظمة لهؤلاء الشيوخ. السؤال بيقول اليوم لا يكفي أن نقول للناس أنه اسألوا دار الفتوى، الناس كلها ما بتقدر تسأل دار الفتوى. شو الخطوة اللي ممكن يتخذها دار الفتوى بما أنه طرحنا الموضوع على الهواء لحتى يمنعهم لها الشيوخ؟ ماذا تقول فضيلة الشيخ لكل هؤلاء اللي مسمين حالهم شيوخ؟ هناك تعليمات واضحة وشديدة من صاحب السماحة مفتي الجمهورية إلى جميع العلماء المنتظمين في سلك العلماء التابع لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن يعملوا في مساجدهم ليلا نهارا على توعية الناس بالنسبة لأصول دينهم وبالنسبة لفقههم وبالنسبة لشريعتهم، وأن لا يسألوا إلا أصحاب العلم الصحيح الذين يدرون تماما ما يقولون، وهؤلاء معترف بهم اعترافا كليا من قبل دار الفتوى وهي المرجعية. وليس كل من حمل شهادة في الدراسات الإسلامية أو يعتبر مفتيا للناس. لذلك فضيلة الشيخ يحتاج سؤال أخير فضيلة الشيخ، في توعية في حملات تدريس في كل المساجد على أراضي الجمهورية اللبنانية لتوعية الناس من أخطار هذه الأشياء وخاصة الشباب والمراهقين. فضيلة الشيخ سؤال أخير، هل ممكن أنه نشهد توحيد لدور الإفتاء بلبنان والعالم العربي؟ لأنه الجهود، يعني أول شيء بدنا توحيد للجهود وبدنا خطوات أنه يمنعوا نهائيا هذه الظاهرة. هل تعتقد إذا توحدت الجهود بتنحل؟ على مدى تاريخ الإسلام، شوف عيني، لا يجب أن يعلم الجميع أن مسألة الإفتاء هي مسألة اجتهادية في الإسلام. اجتهادية بمعنى أن المفتي قد يخطئ وقد يصيب، ولكن لا تجتمع الأمة على ضلالة، يعني لا يخطئ بضلالة. ولكن باب الاجتهاد، باب الاجتهاد بالطائفة الشيعية، باب الاجتهاد بالطائفة الشيعية مفتوح أكثر من 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 الإفتاء بالطائفة السنية. فمشان هيك عم بحكي، لا مشان هيك عم بحكي عن إنه يتوحدوا الخطوات. من قال لك أن باب الاجتهاد في الطائفة السنية مقفل؟ معقول مقفل؟
أنا عم أقول عم نشوف الاجتهاد لشيوخ شيعة أكثر من السنة، ما عم بعمل مقارنة. أنت الآن تجري مقارنة بين المذهب الشيعي والمذهب السني. لا أنا عم بحكي عن واقع، أنا لا أقارن المذاهب. لا تستطيع، لا هذا ليس واقعا. يجب أن تعرف تماما أنه لا فرق بين المذهب السني والمذهب الشيعي في أصول الدين ولا في العقائد وفي معظم القضايا الكبرى. فضيلة الشيخ، عدد الفتاوى أكثر بكثير في الطائفة الشيعية من السنية، وعم بطلب، أنا عم بسألك شو المطلوب لتوحيد الجهود، توحيد الجهود لما نفهم غلط. لا ما في اختلاف، يعني وكأنك تشير أن هناك اختلافا بين مفهوم الطائفة الشيعي المذهب الشيعي والمذهب السني، وأننا يجب علينا أن نوحد هذا المذهب وهذا المذهب. يا أخي نحن عندنا مش بس المذهب الشيعي، عندنا المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي، وفي مراجع عند الشيعة كل شيعي يعتبر مقلد لشيخنا. كل ما أطلب هو أنه تتوحدوا، كل ما أطلب بس ليصير في تصعيد. الحمد لله شيء. نحن يا أخي فليتركنا الجميع، نحن متوحدون إن شاء الله. بالنسبة للعقيدة نحن متوحدون، وبالنسبة لكثير من الأصول نحن أيضا في وحدة تامة، ولكن الكلام من هنا ومن هناك في الإعلام يسيء إلى مفهوم هذه المذاهب. هذه المذاهب في الإسلام، المذهب الاجتهادي يعني هو الاجتهاد في قضايا فرعية وفي قضايا ليست يعني أساسية. من أصول الدين ولا من أسس العقائد، ولا بأس في ذلك. والإسلام دين رحب وواسع، واللغة العربية حمالة وجوه، والنص قد يحمل من التأويل ما يحمله، ولكن لا تجتمع الأمة على ضلالة. يعني يجب أن ننبه ذلك، يعني لا نجعل الحلال حراما ولا الحرام حلال. هذا الذي يجب أن نفهمه تماما. نعم، مباشرة من دار الفتوى. نعم لا بس بدي زيد أنا، لأنك أنت أشرت إلى موضوع مهم وخطير جدا. وسائل الإعلام يجب أن لا تعمل على يعني وكأنه هناك يعني خلافات داخل المذاهب الإسلامية. ما قصدت هيك، بأكد لك فضيلة الشيخ، النية هي نية خير، توحيد الجهود أنت فقط. أنت كإعلامي أنت كإعلامي يجب عليك أن تبين الحقيقة فقط طبعا، واترك العمل الجانبي للمراجع الإسلامية فهي تستطيع. أنا بس عم بسألك، وها نحن بس قد اجتمعنا، وأبشرك أننا اجتمعنا في القمة الروحية في بكركي، وكان المجتمعون يا ليت كل اللبنانيين كالذين اجتمعوا في بكركي. وحكينا عن الاجتماع، تستطيع أن تسأل غبطة البطرك عن ذلك. سألنا بكركي وحكينا عن المجتمعين وحكينا عن المقررات. وأشدنا بهذا الاجتماع، ونحن عطول مع توحد كل الأديان. إن شاء الله تكون وصلت الصورة. مباشرة من دار الفتوى في بيروت كان معنا الشيخ أحمد الأروادي، ونشكر هذه الإطلالة محمد الأروادي عفوا، نشكر هذه الإطلالة مباشرة على الهواء. مش بكل شيء نقدر نكون أحرار ونصدر فتاوى، وهذا الموضوع توضح. في فتاوى مريضة قطعت معنا اليوم، لازم ينوضع لحد، وتوضحت مين بحق له يعمل فتوى ومين ما بحق له يعمل فتوى. مش مفروض القيادات الإسلامية وخاصة بالسعودية ومصر والمغرب أن تسمح بهيدا الفلتين باسم الدين والإيمان وباسم الإسلام. ما فينا نلوم الناس ولا وما منكتفي بس لحتى نقول لهم أنه روحوا واسألوا واتصلوا واسألوا، لا، لازم يكون في قرار حاسم بهيدا الموضوع، لأنه بعض الفتاوى ومعظم اللي ذكرناها الليلة بترجعنا 100 سنة لورا وأكثر، بتأكد للعالم كله أنه في تخلف في العالم العربي، في جهل وفي قلة معرفة، وهذا شيء ما بدنا إياه. ضروري تطلع فتاوى لتضبط الناس، لتحد من التخلف والشذوذ بالحياة، ولكن لما بتتحول بعض الفتاوى وبعض فتاوى المراجع الدينية ولو كانت غير معترف فيها ممكن تكون موثوقة، تتحول لحالة شذوذ، منكون واقعين بمشكلة كتير كبيرة. والحل هو عند المراجع الدينية، وبرجع بقول إنه نحن اقترحنا وطلبنا إنه يتوحدوا مع بعض، ولازم يوحدوا جهودهم ويتفقوا مع بعضهم لحتى توقف هالمهزلة بحق الدين وبحق مجتمعاتنا.